اليوم هنستعرض طريقة عمل الخضار مع لحم العجل أو البيف ستروجانوف. ممكن تقديمه مع الأرز. أول شي بنقطع اللحم بشكل طولي زي ما انت شايفه. لازم اللحم تكون درجة حرارة الغرفة ما تكون مجمدة. طبعا أنا هون بلشت، حطيت البصل والثوم والفلفل الحار، قطعته شرائح بشكل طولي وحطيته مع شوية زيت على النار قبل ما أضيف اللحم. نضيف بصل زيادة، أنا بحب بصل كثير. نبدأ بإضافة اللحمة شوي شوي. طبعا مهم جدا التحريك المستمر علشان اللحمة تكون كلها مستوية بنفس الدرجة، ما يكون في لحمة قاسية شوي اشي طري. لازم التحريك مستمر على نار متوسطة. طبعا اضفت الفلفل الحار بنص الطبخة، ما اضفته في البداية لان الفلفل اذا تعرض لدرجة حرارة عالية من القلي راح يفقد حرورته، فانا اضفته في منتصف الطبخة حتى يكون معتدل، يعني لا حار كثير ولا مش حار. طبعا اضفت الفطر، ممكن تستخدم الفطر المعلب الجاهز بالسوق او اي نوع فطر موجود عندك. طبعا الفطر ما بده حرارة عالية او ما بده طبيخ كثير، فانا بضيفه تقريبا قبل نص ساعة من موعد انتهاء الطبخ. طبعا لازم تفرديه وتصفيه من المي، ضروري جدا تصفيه من المي بتكون موجود فيها. ونبلش تقليب جميع المكونات مع بعض. الآن طبعا راح تضيف زبرة كثير مهمة. طبعا بعد إضافة الكزبرة راح نضيف فلفل أسود وملح والكركم. طبعا أكيد لا غنى عن الكركم في كل الطبخات. استمر في التحريك حتى اللحمة تستوي كلها بشكل متساوي. الأسود صار كثف، بقى نحط كمان فلفل أخضر. طبعا فلفل أسود كمية معتدلة، أنا أضفنا فلفل أخضر. وبنحرك، خليها تتذبل شوي على نار هادية. هيك بلش يصير عندنا الصوص، بس بدنا اياه يكون مركز عشان بعدين نحط مية. طبعا بس نحس ان اللحمة بلشت تستوي او استوت بشكل مش كامل بنضيف الماء الساخن حتى نحصل على الصوص. طبعا الماء بيكون بكمية معتدلة، يعني اذا طبخنا نص كيلو لحمة بنضيف لها كاستين مي، هيك بكون حصلنا على الصوص. عشان بعدين راح نبدأ تحضير الارز.
طبعا راح نبلش ننقع الرز، لأن طبختنا تقريبا شبه انتهت. بس طبعا ضفنا هون المي الساخنة المحرك حتى نحصل على نكهة اللحمة بالصوص، هيك بيكون البيف ستراجانوف أو لحم العجل مع الخضار شبه جاهز بعد ما تغلي المي. طبعا احنا نتركه لنص ساعة بعد إضافة المي، بنحرك طبعا عشان البهارات كلها العالقة في الطنجرة تتمازج مع المي وتذوب فيها عشان نحصل على النكهة الكاملة في المي. فلفل الرز نخليه على جنب عشان ينزل بنفس الوقت مع الطبخة. نحط شوي زبيب عشان اتغطى على الزيت، بس نضيف بسرعة. كيف طبختنا؟ شبه جاهزة، ضايل ان نفرجيكو نقولكو صحتين وعافية. نقدمها طبعا مع الارز، ممكن ناكلها بدون ارز باستخدام الخبز او باستخدام